أدر الشريط لنرى صور المعركة، كيف أحوال غزة وإطلالة الضاحية؟ من تلعب بالألوان لتصبح الملامح باهتة للغاية؟ لا تطفئ الكاميرا، فالأحداث متسارعة، كل لحظة هناك شهيد وعملية وهناك ضحية، هناك استهداف للكيان وخسائر مادية ومعنوية، ولكن من ينقل الأحداث بصورة واقعية؟ من ينصر القضية؟ ومن يشتري الحق ولو على رقبته ولا يبيع ضميره ويجند نفسه لخدمة الصهيونية؟ مئات الشاشات والمؤسسات والجرائد والشخصيات، أخبار وتحليلات، تغطيات وبرامج سياسية، نصفها ينقل المظلومية والنصف الآخر يضرب المهنية. هل نسيتم الدماء المسفوكة؟ هل غادرت أذهانكم عمليات الإبادة؟ كيف تلعبون بالمشاعر وتعبثون بالمبادئ وتشاركون الجاني وتصورون لنا أنكم واقفون بجانب المجني عليه؟ من لم ينصر طفلا في غزة ولم يوصر صورة الإغاثة للضاحية ويندد بالعدوان وينصر الإسلام ويرفع راية المقاومة، فعار عليه أن يقول أنا مسلم عربي. والقضية ليست طائفية ولا حتى عدائية، ولا تخدم هذا البلد على حساب ذلك البلد. فمن يصمت عما يحدث في الجوار لن يكون صوته صادحا حين تصله الجرائم الدموية. فهل أنتم أنصار للقضية أم عملاء للصهيونية؟